بيان خطر الخوارج، وأن المنهج الذي هم عليه منهج سيء وخبيث، ذلك بأنهم استباحوا دماء المسلمين ويستبيحون الخروج على الولاة ولا يتورعون عن تكفير المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الصحيحين؟ يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يقول ابن حجر رحمه الله في الفتح: ذلك بأن قلوبهم لم تنشرح للعلم الشرعي. ما انشرحت بالعلم الشرعي، فالشريعة سمحة، فهؤلاء عكسوا الشريعة فقاتلوا أهل الإسلام. ولذلك كما نقل هو عن ابن هبيرة قال: قتال الخوارج أولى من قتال الكفار. يقوله ابن هبيرة. لما؟ قال: لأن المحافظة على رأس مال الإسلام أولى من الربح. قتال الكفار ربح، لكن قتال الخوارج أن يحفظ رأس مال الإسلام. لما؟ لأن هؤلاء إنما يريدون الإساءة إلى الإسلام، إنما يريدون الإساءة إلى الإسلام.